حريق خلال الأسبوع الأخير في عدة ولايات من الوطن، ورقم كبير في هذه الفترة. وتابعنا أيضا من خلال تغطيتنا عبر عدد من الولايات حرائق مهولة التهمت الكثير من الهكتارات، ليس كذلك؟ صحيح يا سيدي الكريم، يعني للأسف يعني كما قلت وتفضلت وتفضل زميلي سيد النقيب برناوي نسيم في هذا الربورتاج، يعني الأسبوع الأخير من 19 يعني جويلية إلى 25 جويلية، يعني ما يفوق بقليل 170 حريق يعني على كافة التراب الوطني. لكن يا للأسف الشديد يعني أيام 26 و27 و28 هاد تلت أيام فقط سجلنا يعني أكثر من 130 إلى 140 حريق عبر كافة الوطن. كان هناك إلى غاية يوم أمس يعني 18 حريق يعني هام موزعة على 12 ولاية، وهذا يوم أمس حتى الساعة 10:30. هذه الولايات كانت السعيدة، تيزي وزو، سطيف، تيبازا، وكذلك تيسمسيت، عين دفلاس، كيكدا، سيدي بلعباس، المدية، وسوق أهراس، وقالما، وبومرداس. كنا شفنا كذلك يعني سطيف كانت يعني كانت انخمدت يعني في صباح أمس، إلا يعني للأسف شديد يعني في المساء عاود يعني ولات النيران، عادت النيران يعني مجددا. استعملنا يعني كل الوسائل البشرية والمادية يعني لمكافحة هذه الحرائق، وكما تعلم سيدي الكريم أن هذه الحرائق من الأخطار الكبرى، مصنفة يعني في المرتبة الرابعة في المرسوم 024. ولهذا يعني هذه السنة ارتأى السيد المدير العام للحماية المدنية السيد العقيد بوغلفة بوعلام لوضع 65 رتل متنقل حيز التنفيذ يعني هذه السنة، يعني غرار على السنة الماضية اللي كان هناك 37 رتل متنقل. كما استعملنا يعني كل الأرتل المتنقلة وكل الوحدات المجاورة لهذه الغابات، يعني مثلا ناخذ مثلا في ولاية تيزي وزو ما يفوق يعني 150 عون بمختلف الرتب تاعهم الآن موجودين حتى الآن في عملية إخماد هذه الحرائق بالتنسيق مع زملائنا محافظة الغابات، وكذلك لا ننسى المجتمع المدني الذي نقدم له من خلالكم تحية الشكر يعني على المساعدات التي قدموها لنا وما زالوا يقدمونها لنا. وبالطبع وكيف لا، وهذه الغابة يعني للجميع يعني لكل المواطنين الجزائريين. وكذلك تدخل الواحد يعني المجموعات الجوية المروحيتين الذين تدخلوا على مستوى بجاية، والآن يعني البارحة واليوم يتدخلون في على مستوى الغابات تيزي وزو، وهذا لصعوبة يعني تضاريس هذه المناطق الجبلية الموجودة في سطيف أو بجاية وتيزي وزو التي لا نتمكن نحن كحماية مدنية ولا حتى مصالح الغابات بتدخل يعني بالوسائل الثقيلة مثل الشاحنات إلى غير ذلك، فنستعمل هذه المروحيات التي يعني كانت الجدوى تاعها في إخماد عدد كبير من الحرائق. جميل، أريد أن أربط الاتصال الآن مع ديار بن داود مراسل النهار بولاية تيارت أو رابح صايج، بمراسل النهار بولاية بجاية، وأيضا عبد الكريم عاشور مراسل النهار بولاية السيدي بالعباس، ريثما يجهز ديار بن داود مراسل النهار بولاية تيارت. رابح صايش، أهلا بك. أهلا، مرحبا زميلي طارق. جميل، رابح صايش تابعنا تابعنا بالأمس أيضا من خلال تغطيتنا ووجودك أيضا في الميدان هناك بولاية بجاية وحتى النقيب مراد يوسفي مراد مكرم بالإعلام على مستوى المدير العام للحماية المدنية، ونتحدث وقال الآن على صعوبة التضاريس خاصة في منطقة في بجاية وأيضا في تيزي وزو، ما يصعب العملية ويصعب من مهام أعوان الحماية المدنية هناك. كيف هو الوضع بالولاية بولاية بجاية؟ وتابعنا أيضا حتى فلاحو منطقة معراط تكبدوا خسائر كبيرة جراء هذه الحرائق. نعم زميلي طريق، للمرة الثانية صباح الخير، وصباح الخير لجميع مشاهدي قناة النهار. إذا جميع الحرائق التي اشتعلت على مدار 24 ساعة الأخيرة على الأقل يعني يوم أمس أخمدت وعددها 29 حريق،
نشبت بغابات الولاية. ربما زميلي طارق، الحرائق المهمة المعتبرة شهدتها بلديات بوحمزة، تيفرة وأكفادو، هذه البلدية غاباتها التي تعتبر رئة إيكولوجية فقدت نوعا ما توازنها البيئي تقريبا بنسبة كبيرة إلى غاية، أي يعني أقصد بذلك غابة أكفادو هي الآن متضررة، ثروتها الغابية اتهمتها النيران. فقط زميلي طارق، في غضون حصيلة حرائق أمس سجل إتلاف ما لا يقل عن 40 هكتارا. أما الحصيلة الإجمالية للخسائر الثروة الغابية منذ بداية موسم الصيف هذا 1500 هكتار من الثروة الغابية، ذلك حسب حصيلة الحماية المدنية، منها أشجار البلوط، الصنوبر، الأحت، و50% من أو 50 هكتارا من الثروة الفلاحية، لا سيما أشجار الزيتون، التين وغيرها من منتجات الحقول والبساتين. كما تابعنا ذلك في منطقة أمارات التابعة لبلدية برباشة، هناك الفلاحين يعني تضرروا وتكبدوا خسائر معتبرة، لا سيما أشجار الزيتون. زميلي طارق، أريد أن أضيف فقط للإشارة، ولكم الفضل فقط للإشارة، موجة الحرائق الأخيرة وفي ظرف 3 أيام في 72 ساعة الأخيرة نشبت حوالي 70 حرائقا بمختلف غابات الولاية. لحسن الحظ لم تشكل خطرا كثيرا على منازل المواطنين، وذلك بفضل تعاون المواطنين وكذلك الرتل المتحرك. هناك رتل متحرك استفادت منه ولاية بجاية من أعوان الحماية المدنية، هناك تحرك كبير. وبالإشارة فقط إلى يعني هناك بعض الحرائق لم يتم إنقاذها لحد الآن لأنها متواجدة في منطقة جبلية وعرة الوصول وعرة المسالك، لا يمكن الوصول إليها بطريقة هكذا. وأحيانا شفنا يعني عناصر الحماية المدنية يستخدمون وسائل جد يدوية للوصول إلى الحريق، وذلك لأن الشاحنة لا يمكن لها العبور إلى الحريق من أجل إخماده. نعم جميل، شكرا جزيلا لك رابع صايش مراسل النهار بولاية بجاية. أعود إليك أستاذ يوسف مراد المكلف بالإعلام على مستوى المدير العام للحماية المدنية. سيدي الكريم، استمعت لما قاله زميلنا رابح صايش مراسل النهار بولايتي بجاية، وأكد ما قلته أيضا قبل قليل ما يخص صعوبة التضاريس المنطقة تصعب أيضا من مهامكم من أجل إخماد هذه الحرائق، ماذا يمكن أن تضيف على ما قاله؟ أكيد يعني كلنا إحنا هذا ما نتمناه، كما تفضلتم منذ قليل يعني المرسوم التنفيذي رقم 024 الذي يحدد المخاطر الكبرى في الجزائر وهي 10، يعني حرائق الغابات يعني تجي في الصنف يعني في المرتبة 4، وهذا المرسوم فيه شقين، هو الشق الوقائي والشق العملياتي. الشق الوقائي هو الذي نعتمد عليه والذي يعني نكرس فيه جهودنا حتى لا تحدث مثل هذه الحوادث، وحتى وإذا حدثت كيف يمكن يعني التقليل منها أو إخمادها كليا. من بين هذه التدابير الوقائية وهي المسالك التي تسمح لرجال الحماية المدنية أو مصالح الغابات للوصول إلى موقع النار. وللأسف يعني التضاريس يعني الصعبة الموجودة يعني في بلادنا كما تفضلتم منذ قليل يعني فيه صعوبة كبيرة لوضع هذه المسالك، لكن ما أريد أن أضيفه حقيقة أن رجال الحماية المدنية يصعدون مشيا بالوسائل حتى يقومون بالإطفاء، لكن مشاركة المجموعة الجوية يعني كانت محكمة وكانت يعني ناجحة في إخماد هذه الحرائق، لكن ما يعني كان طول المدة وهي في المسافة بين المروحية أين تذهب ل يعني المجمعات المائية لبعدها يعني تصل حتى 20 كيلومتر، يعني تأخذ وقت 10 دقائق إلى ربع ساعة من ذهابا وإيابا للمروحية لتأتي بالمياه. هذه يجب أن نفكر يعني من الآن كيفية يعني تفعيل هذه المسالك، وكذلك المجمعات المائية تكون محاطة يعني بالغابات التي تكون فيها تضاريس تحها صعبة، حتى إذا تدخلنا يعني بالمروحيات أو بالشاحنات حتى المآخذ المياه يعني هي جد ضرورية.
وكما يعني نشكر يعني بعض البلديات التي ساعدوا يعني كانوا يعني فيه عندهم يد يعني في إطفاء هذه وإخماد هذه حرائق الغابات بتزويد يعني شاحنات الحماية المدنية بالسيتان الضواد بالمجمع يعني المجمعات المائيه. اكيد المتطوعون يشاركون في مساعده اعوان اكيد الحرائق، وهذا ما كنا نوصي به كثيرا في خرجاتنا التحسيسيه والتوعويه والوقائيه في نفس الوقت. يعني كل السكان هذه السنه يعني منذ بدايه انطلاق الحمله اللي كذا كانت يعني رسميا من ولايه البويره، وكانت هناك مناوره كبيره كان اشرف عليها السيد المدير العام والسيد الوالي الولايه هكذا بالتنسيق مع الأرتال يعني الأرضية يعني الوسائل الأرضية والوسائل الجوية كيف يتم التنسيق بينهم. وكذلك نجحت الخطة في هذه السنة وهو يعني تدعيم الأرتال الولايات المجاورة التي لا تكون يعني موجودة فيها حرائق غابات في مثل ولاية الصيف. يعني كانت الأرتال متنقلة لولاية برج بوريريج، تنقلت وأعطت يد المساعدة لإخماد هذه الحرائق في بداية الصيف كذلك. وهذا فيما يسمى نحن عندنا فيه تكوين يعني للضباط وكذلك للأعوان في مجال تدخل حرائق الغابات. هناك الصنف الأول والصنف التالي للأعوان، وهناك الصنف الثالث والرابع يعني للضباط. هذا فيما يخص تدخل الغابات. وحتى في القيادة وكيفية التنسيق هناك ما يسمى الجيوسي، كان في مستوى أول مستوى ثاني ومستوى ثالث حتى المستوى الخامس، وفعلناه في ولاية بويرة يعني مستوى خامس عندما تكون تدخل عدة أرتال متنقلة من ولاية مجاورة حتى يعني يكون هناك تنسيق عملي بينهم. جميل. أريد أن أخذ ونعرف في الاستوديو النقيب يوسف مراد مكرف بالإعلام على مستوى المدير العام للحماية المدنية. إن وصلت العملية سيدي الكريم عملية إخماد الحرائق التي نشبت في مختلف غابات ولاية الوطن، هل تم إخمادها كلها أم ما زال أعوان الحماية المدنية يصارعون من أجل إخماد الحرائق؟ لا، هو ما زال يعني حد الآن يعني حد هذه الساعة ما زال يعني رجال الحماية المدنية يصارعون على قدم وساق لإطفاء هذه الحرائق. إلا كما تفضل في الريبورتاج يعني في تدخل هذه في ولاية سيدي بالعباس، حقيقة هناك عوامل ما تساعد في انتشار هذه حرائق الغابات، وهي مثل الرياح. في الرياح يعني سجلنا يعني أمس وبعد أمس كانت هناك رياح يعني قوية مما ساعد في انتشار هذه الحرائق. وكذلك لا تنسى سيدي الكريم ارتفاع درجة الحرارة الملموسة في هذه الأيام يعني مما ساعد في انتشار هذه يعني الحرائق، ويصعب أيضا من مهمة عمل رجال الحماية المدنية. أكيد ويصعب من مهمة، لأن احنا نشوف احنا ما يهمنا في تدخلات يعني حرائق الغابات أولا وببدء كل شيء يعني نؤمن هذه القرى والمداشي التي قد تكون محادية. وكما يعني سجلنا يعني في ولاية بجاية يعني قمنا بإجلاء حتى في ولاية تيزي وزو بإجلاء بعض المواطنين الذين كانوا يحادون هذه الغابات، يعني كانوا حتى المسنين والأكبر في السن حتى داخل المنازل إلى الحقهم هذا الدخان مما سبب في اقتناقات، تم إسعافهم يعني ونقلهم وإجلاءهم حفاظا على سلامتهم. لم يتم تسجيل ضحايا. لم يسجل ضحايا، هذا ما أريد أن أعطيه مثال يعني هكذا، وهذا شرف لنا وشرف للوطن. يعني ما سجلناه من حرائق يعني في السنة الماضية في بعض الدول مثل أمريكا والبرتغال وأستراليا، يعني لا يوجد هناك حريق يعني كبير مثل هذا الذي توجد الآن في الجزائر إلا وسجل الضحايا في هذه الدول. نعم.